فرصة سعيدة ان شفنا الان تي في بيد اكس بي، وبس لا تنسوا هاشتاج الان تي في. مبسوط جدا اليوم شفت الان تي في، تابعوهم هاشتاج الان تي في. السلام عليكم، انا نواف، تابعونا على قناة الان هاشتاج الان تي في. هلا والله، معاكم عيسى من قناة كيك بادي. صباحتي كان ايفنت جدا حلو خطيف بيد اكس بي. اهم شيء لا تنسوا تتابعونا على قناة الان هاشتاج الان تي في. الله يخليكم وحياكم الله، فرصة سعيدة وتشرفنا في تواجدنا هنا، الله يسعدكم ان شاء الله. ولا تنسون تغردون في هاشتاج قناة الان على تويتر، وغردوا في كل مكان، وان شاء الله تنبسطون معنا.